رجعت الكرة مرة تانية من أقصى الطرف الأيسر. امبريشن دكتور أسامة يا جماعة. كرة في اليمين، ضغط مرة تانية عن طريق طاهر، بيحاول طاهر، حلوة بلمسة عند حسين الشحات اللي يرد الكرة لأليو ديانج اللي يسدد، ولكن تخبط فيه محمود عماد. ترجع شوف ما شاء الله محمود حمادة 44 باس، 38 منهم باس صحيح، تسديدة وسبع كرات حلوة جوه المنطقة. الشحات يخلص 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 حسين الشحات. أربعة للأهلي، أربعة للأهلي، والأهلي على الصدارة يتربع وتعلن عن الهدف الرابع للنادي الأهلي، والصدارة المستحقة تعود للأهلي هنا. وأدي الكورة وغير اتجاهها كده عبد الله بكري، ولكن حسين الشحات ما حدش كان مراقبه، ركن الكورة وأخلد في المرمى. أربعة الأهلي، واحد فاركو. شوف هاي الكورة، وهنا حسين الشحات ركنها وجت في عبد الله.